أحلى ما في الناس إنهم مهما كان الوضع ما ينسوا ابتساماتهم، وهذا الشيء سر الخاطر. وأغلى ما في الناس راحتهم النفسية، وهذا الشيء تستعيده وتجدده في خريف ظفار. فمثلا لو اخترت أثوم، هذا بمثابة مكافأة للنفس، أو صغيت إلى قريان حمران، هذا بمعنى إنك غذيت مسامعك. ابتساماتكم حقيقي تزرع في قلوبنا الفرحة. هذه كانت زيارتي الأولى لمدينة صلالة، وما شاء الله أنا انبهرت جدا بالأجواء وبالمناظر الطبيعية الخلابة اللي ما كنت متوقعها يعني. قالوا لي مواقع صلالة كتير حلوة، فيها عيثون وفيها مناطق كتير حلوة، فإحنا هاي أول زيارة لنا لهاي المنطقة، فما شاء الله تبارك الرحمن، قد الإنسان ما يوصف ما راح يحصل الوصف اللي إحنا نبيه. عندك أماكن سياحية كتير حلوة في صلالة، يعني ما بتلحق تزورها حتى بشهر، أنت ما بتلحق تخلص أماكن في صلالة، وأجواء كتير جميلة، رزاز ومطر. والله جميع الأماكن اللي هن مثل العيون، المرتفعات، تستمتع في هذه الأجواء، خاصة هذه أجواء استثنائية يعني بشكل عام. نحتار وين أروح في صلالة من جمال الطبيعة في صلالة. جنة سبحان الله العظيم، يعني ما توقعت كذا. جينا من السعودية على علم، لكن يوم وصلنا هنا لقينا الجو والطبيعة شيء خيال. ابتساماتكم حقيقي تزرع في قلوبنا الفرحة. نعرف أن الخيارات كثيرة، ونعرف أن الوقت يمضي، ومعا يكبر الوقت وتصغر المسافات.